السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، ورجعت لكم بمقطع جديد. طبعا شباب، مقطعنا اليوم راح أوريكم الهيكل العظمي أو عظام الديناصور اللي تم إضافتها باللعبة، وراح أوريكم شباب أسامي المدن الجديدة اللي راح تتغير بالسيزون الخامس. بس قبل ما نبلش المقطع شباب، أتمنى من كل شخص قاعد يشوف المقطع ولسه مش مشترك، أتمنى إنه يشترك وفعل زر الجرس، لأنه شباب هدفي حاليا نوصل 100 ألف مشترك بأقرب وقت ممكن. فأتمنى منكم إنكم تدعموني بلايك واشتراك، وربي يسعدكم. ويلا نبلش المقطع. وأول شي معانا اليوم يا شباب راح أوريكم مكان هيكل عظمي أو عظام الديناصور. طبعا شباب العظام موجودة بموستماير، ولمعلوماتكم إنه موستماير راح يتم إضافة فيها 3 أشياء. أول شي إضافوه اللي هي العربة اللي وريتكم إياها قبل مقطع، أو أتوقع قبل مقطعين. وثاني شي إضافوه هيكل الديناصور اللي راح أوريكم إياها الحين، وراح يضيفوا كمان شي ثالث بنفس المكان بالمنطقة هذه موستماير، بس لسه ما هو معروف. لما اعرف راح اوريكم اياه. زي ما تشوف شباب، هذه العظام او هذا هو الهيكل العظمي تم اضافته خلال الساعات السابقه. وباقي شيء ثالث يضيفوه بهذه المدينه او بموستماير، فلما يضيفوه راح اوريكم اياه. وننتقل الحين شباب للمدن اللي راح يتم تغيير اسمها في سيزون الخامس. اول مدينه بليزنت بارك راح يصير اسمها بليجرام بارك. ثاني مدينه جريس جروف راح تصير جولدن جروف. وثالث شيء شباب اللي جانج جانكشن راح تصير جابان جانكشن. ورابع مدينة هي سنوبي شورز راح يصير اسمها سليم شورز. وخامس شيء فاتل فيلد راح يصير اسمها فيوتشر فيلدز. ونروح للمدينة اللي بعدها اللي هي سولت راح يصير اسمها ستيم بانك سبرينج. والمدينة اللي بعدها يا شباب اللي هي داست ديفوت راح يصير اسمها ديفريشن ديفوت. وننتقل للمدينة اللي بعدها اللي هي ريتار رو راح يصير اسمها رينيسانس رو. والمدينة اللي بعدها اللي موستي ماير راح يصير اسمها ميان ماير. وولينج وود راح يصير اسمها وايلد وود. وريسكي راح يصير اسمها رومان رو. والمدينة اللي بعدها اللي هي المزرعة راح يصير اسمها انشانت اكريس. وتلت التاور راح يصير اسمها اتريسك تاورز. والمقبرة هانتد هيلز راح يصير اسمها هيستوري هيلز. واخر شيء شباب معانا اللي هي توميتو تاون راح يصير اسمها تايم تاون. طبعا شباب الاماكن او المدن اللي ما ذكرتها بالمقطع معناته انه ما راح تتغير اسمها، يعني مثل فلاش فاكتوري او شيفت شافت، الاماكن اللي ما ذكرت اسمها بالمقطع ما راح يتغير اسمها. وبس شباب هذا كل شيء عندي اليوم، اتمنى لا تنسوني من اللايك، واتمنى اذا ما كنتم مشتركين انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. مع السلامة. We'll be right back.